السلام عليكم مشاهدينا من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونوافي حضراتكم بأخبار العاشرة. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبدي لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء ارتياحه لما تبذله الحكومة وكافة قطاعات الدولة من جهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والحفاظ على الجوانب الاجتماعية للمواطنين. جلالته حفظه الله ورعاه يشيد بإنجاز مشروع مطار مسقط الدولي الجديد، ويثني على التطوير الذي شهدته الطرق والموانئ في السلطنة. جلالة سلطان البلاد المفدى يشيد بالتمارين العسكرية المشتركة بين السلطنة والمملكة المتحدة ودورها في الارتقاء بقدرات القوات المسلحة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم، عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون ببيت البركة قسم اليمين. جلالته أبقاه الله يتلقى برقية تهنئة من سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمناسبة العيد الوطني 48 المجيد. وفي أخبار الاقتصاد تتابعون. دمغ أكثر من 11,000 كيلوغرام من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري. ومن أبرز أخبارنا الرياضية، لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تقرر تعديل موعد إقامة مباراة السوبر للموسم الرياضي الحالي. أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اجتماع مجلس الوزراء ببيت البركة العامر مساء الأمس. وقد استهل جلالة السلطان المعظم أبقاه الله الاجتماع بالتوجه إلى الخالق عز وجل بالحمد والشكر والثناء لما أنعم به على عمان من نماء وازدهار، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعم على الوطن والمواطنين. ثم تفضل جلالته حفظه الله ورعاه باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي يبدأ جلالة السلطان المعظم ارتياحه لما تبذله الحكومة وكافة قطاعات الدولة من جهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في كافة أرجاء الوطن والحفاظ على الجوانب الاجتماعية للمواطنين. وأشاد جلالته وأبقاه الله بإنجاز مشروع مطار مسقط الدولي الجديد وما سوف يتيحه من انفتاح على العالم إلى جانب المطارات الأخرى في السلطنة. كما أثنى جلالته على التطوير الذي شهدته الطرق والموانئ، مشيدا حفظه الله ورعاه بدور الوزارات في تطبيق الخطط والبرامج، مما أدى إلى تحقيق المزيد من النمو الكبير في القطاعات المختلفة كقطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع التعدين وقطاع الطاقة المتجددة، تعزيزا لتنويع مصادر الدخل، منوها جلالته بالدور الذي تقوم به وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. وقد أكد جلالة السلطان المعظم على أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للإسهام بدور أكبر في إنشاء المشاريع الإنتاجية التي توفر العديد من فرص العمل وتهيئ الظروف المناسبة للكوادر العمانية من أجل الالتحاق بتلك الفرص واستقرارهم فيها. وعلى صعيد آخر، تفضل جلالته وأبقاه الله فأشاد بالتمارين العسكرية بين السلطنة والمملكة المتحدة الشموخ 2 والسيف السريع 3، حيث ساهمت تلك التمارين في الارتقاء بقدرات القوات المسلحة وتبادل الخبرات والتدريب على أحدث أنواع الأسلحة والمعدات. وفي إطار استعراض جلالته للتطورات الإقليمية والدولية، أكد أبقاه الله
حرص السلطنة على تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة الشعوب. وفي ختام الاجتماع تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطن، وأسدى توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل تحقيقا للأهداف المرجوة، متمنيا جلالته للجميع التوفيق لما فيه دوام الخير والازدهار لعمان وشعبها الأبي. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ببيت البركة مساء الأمس عدد من أصحاب السعادة السفراء، حيث أدى قسم اليمين سعادة السفير الدكتور محمد بن السعيد بن خليفة البوسعيدي سفيرا للسلطنة فوق العادة ومفوضا لدى اليابان. كما أدى أمام المقام السامي سعادة السفير أحمد بن سعيد بن عمر الكثيري قسم اليمين سفيرا للسلطنة فوق العادة والمفوض لدى جمهورية أوزبكستان. وأدى أمام المقام السامي سعادة السفير يوسف بن أحمد بن حمد الجابري قسم اليمين سفيرا للسلطنة فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية النمسا. كما أدى أمام المقام السامي سعادة السفير سيف بن هلال بن علي المعمري قسم اليمين سفيرا للسلطنة فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمناسبة العيد الوطني 48 المجيد فيما يلي نصها. مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إطلالة الذكرى 48 للعيد الوطني المجيد، فإنه لا يشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقامكم السامي بهذه المناسبة المباركة باسمي وباسم مجلس وزرائكم الموقر أصدق آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بما تكنه القلوب لجلالتكم من حب وولاء، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يديمكم لهذا الوطن العزيز مؤيدا بنصره ومحفوفا برعايته وتوفيقه الدائم. صاحب الجلالة السلطان المعظم، لقد أرسيتم جلالتكم في عهدكم الميمون دعائم الدولة الحديثة، حيث تواصلت مسيرة البناء والعمران بأفضل معدلات الأداء لتشمل كل أرجاء الوطن وتستجيب لحاجات المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات للمواطنين العمانيين الذين يحظون بالاهتمام الدائم في مجتمع يتمتع فيه الجميع بالرعاية الكريمة وينعم أفراده بالمساواة في الحقوق والواجبات وسيادة القانون، مما جعل السلطنة بفضل ما تعيشه من أمن واستقرار تتبوأ مكانة عالية ومرتبة متقدمة في التقارير الدولية، وكان آخرها تقرير التنافسية العالمية للعام 2018 الذي وضع السلطنة في المرتبة الأولى بالنسبة لمؤشر الخلو من الإرهاب. عاهل البلاد المفدى، تنفيذا لتوجيهات جلالتكم وحرصكم أبقاكم الله المستمر
على مواصلة بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، فإن الحكومة تعكف على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتحقيق ذلك من خلال التنويع الاقتصادي لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة منها وفتح المزيد من المجالات للاستثمار في كافة القطاعات والأنشطة، إلى جانب التطوير المستمر لبيئة الأعمال واستكمال مشاريع البنية الأساسية الكبرى وعقد العديد من الاتفاقيات التجارية مع التجمعات الإقليمية والدول الكبرى. وعلى ضوئه فقد أتيح المجال للقطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في العمل الوطني، وكان لتلك الخطوات الأثر الفعال في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما انعكس إيجابيا على المواطنين. صاحب الجلالة السلطان المعظم، إن الثقة التي أوليتموها للمواطن العماني للمشاركة الإيجابية بالفكر والرأي السديد في صنع القرارات قد تجلت واضحة من خلال دعم جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لمسيرة الشورى في السلطنة للمساهمة مع كافة مؤسسات الدولة في النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد. عاهل البلاد المفدى، إنما تحقق في عهدكم الميمون لم يقتصر على الصعيد الداخلي فحسب، بل امتد إلى الساحتين الإقليمية والدولية أيضا، حيث نالت حكمة جلالتكم التقدير من دول العالم في التعاطي مع قضايا السلام ومناصرة الحق وتغليب أسلوب الحوار لدعم الأمن والاستقرار. إن السلطنة بقيادتكم الحكيمة أعزكم الله وسياساتها الثابتة قد حظيت بالثناء والإشادة، وأصبحت مقصدا للتشاور والتنسيق وصولا لإيجاد أفضل السبل الكفيلة لإنهاء الخلافات ضمانا للتعايش السلمي بين الدول، وبما يعود على الجميع بالخير العميم. لقد امتدت اهتمامات جلالتكم لتشمل أيضا دعم جهود الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية على كوكب الأرض واستدامتها للأجيال المتعاقبة، وتقديرا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لأهمية جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة، فقد قررت المنظمة الاستمرار في تقديم الجائزة للسنوات الست القادمة، وهو الأمر الذي يعكس المكانة التي تحظى بها السلطنة لإسهاماتها البناءة خدمة للإنسانية. صاحب الجلالة السلطان المعظم، في إطار الحرص الذي تولونه جلالتكم للحفاظ على مسارات التنمية في البلاد وتحقيقها لأعلى معدلات الأداء، فإن مجلس الوزراء ليضع دائما التوجهات السامية النبيلة لجلالتكم أبقاكم الله كمنهاج عمل يطلع على ضوئها بمسؤولياته، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط والبرامج وصولا إلى المعدلات الإيجابية للنمو. إن مجلس وزرائكم في هذه المناسبة الجليلة التي تغمر بالفرحة والسعادة قلوب جميع أبناء عمان ليعاهد مقامكم السامي على المزيد من العزم والمثابرة، ولنا في فكركم المستنير ونظرتكم الصائبة للأمور خير معين ومرشد. أدامكم الله يا صاحب الجلالة في حفظه وعنايته وتوفيقه ورعايته، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة أعواما عديدة، وجلالتكم تتمتعون بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، إنه سميع مجيب الدعاء، وكل عام وجلالتكم بخير ومسرة. أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عن أسماء الفائزين في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بنسختها 28. وخلال حفل الإعلان أوضح المركز عن تسجيل مصحف كامل بقراءة المتسابقين في المسابقة. ينتظم محافظة كتاب الله العزيز حفل الإعلان عن الفائزين بمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 28، حيث شهدت مراحل التصفيات لهذه النسخة تنافسا قويا بين 2030 متسابقا ومتسابقة استغرقت 4 أشهر.
أود أن أشير بأن هناك جهود بدأت من العام الماضي لتسجيل مصحف عماني متكامل. تم اختيار عدد من القراء، عدد المتسابقين من مختلف محافظات السلطنة، بدءا من محافظة مسلم نهاية بمحافظة ظفار، وتم تسجيل هذا المصحف وأنجز لمتسابقي الدورة الماضية، وسنشرع إن شاء الله قريبا أيضا في البدء في تسجيل مصحف آخر بقراء آخرين من خلال هذه الدورة الحالية إن شاء الله. فقد حصدت ابتسام بنت سالم البراشدية على المركز الأول على المستوى الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا، وحصد المتسابق محمد بن درويش الشخصي على المركز الأول في المستوى الثاني حفظ 24 جزءا، فيما ذهب المركز الأول في المستوى الثالث حفظ 18 جزءا إلى المتسابق سعيد بن سليمان المفرجي. كما نال المتسابق محمد بن سعيد الغماري في المركز الأول على المستوى الرابع، وذلك بحفظ 12 جزءا. أما في المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء، ذهب المركز الأول إلى المتسابقة يقين بنت محمد الغيثية، وجاء المركز الأول بحفظ جزئين متتاليين للمتسابقة نور العين بنت حسين الحمادية. لاحظت في هذا العام ازديادا في عدد المشاركين ولله الحمد، كذلك لاحظت إتقانا لتلاوة القرآن الكريم من حيث المخارج والصفات والحفظ أيضا، وكذلك بعض القراء لديهم معرفة بالتعامل بالمقامات الصوتية أثناء تلاوة القرآن الكريم. شاركت في هذه المسابقة، مسابقة السلطان قابوس، العام الثالث على التوالي. شاركت في العام الماضي في حفظ 12 جزءا، وهذا العام في حفظ 18 جزءا من القرآن الكريم. وهذه المسابقة حقيقة ننتظرها بفارغ الصبر كل سنة، ونسجل مبكرا ونستعد لها منذ أشهر، فهي مسابقة مهمة وتعيننا على تثبيت المحفوظ. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. سوف يتم تكريم الفائزين في نهاية الشهر المقبل. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. افتتحت وزارة النقل والاتصالات اليوم جزءا من مشروع الطريق الشرقي السريع أمام الحركة المرورية بطول 28 كيلومترا، ويبلغ طول الطريق 248 كيلومترا، ومن المتوقع افتتاحه كاملا في منتصف العام المقبل. يتجدد الإنجاز في طريق الشرقية السريع بافتتاح هذه الحزمة التي تمتد من تقاطع قريتي السيق وسبت بولاية الكامل والوافي حتى مركز الولاية بمسافة إجمالية بلغت 28 كيلومترا. هذا الجزء هو إضافة أخرى للمرحلة الثانية، أصبح الآن حوالي 48 كيلومتر من أصل 67 كيلومتر، نسبة الإنجاز حوالي 62%. طبعا هذا المشروع من المشاريع طبعا الهامة، ويمر خاصة هذا الجزء في منطقة وديان، وتم تصميم الطريق بمواصفات جدا عالية خاصة بمناطق عبور الأودية. الطريق الذي تم تنفيذه بمواصفات عالية الجودة يحتوي على تقاطعين علويين لخدمة الحركة المرورية، كما يحتوي على عدد من أنفاق عبور المركبات لخدمة المشاريع الاقتصادية على جانبي الطريق. تم اليوم افتتاح جزء من الشارع السريع بولاية الكامل والوافي. ما في شك هذا شارع يسهل الحركة المرورية وينعش الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة. افتخر بهذه المنجزات وهذه العطاءات وهذه المشاريع التي حقيقة تسعد كل مواطن، وهذا بما لا شك فيه بأن سوف يخدم الحركة الاقتصادية، التقارب ما بين مسقط ومحافظات السلطنة. المرحلة الثانية من المشروع تبدأ من تقاطع مصرون وحتى ولاية صور، مرورا بولايات القابل وبدية ووادي بني خالد والكامل والوافي وصور، بطول إجمالي يبلغ 131 كيلومترا، حيث تم فتح الحركة المرورية بطول 48 كيلومترا من أصل 76 طول الجزء الأول، وجاري العمل في الجزء الثاني بطول 55 كيلومترا من ذات المرحلة. حزمة جديدة من مشروع الشرقية السريع تفتح أمام الحركة المرورية لتتوالى معها المنجزات في هذه الأيام النوفمبرية. أحمد بن محمد المعمري من ولاية الكامل والوافي، محافظة جنوب الشرقية.
وفي سياق متصل أكد سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل أنه تم إنجاز ما نسبته 56% من أنفاق طرق وادي العق. وأضاف سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي أن المشروع سيفتتح في شهر يوليو القادم، إضافة إلى مشاريع أخرى ستنجز خلال العام المقبل. فيما يتعلق بكامل المشروع، الآن وصلنا حوالي 139 كيلومتر من أصل 236، ما نسبته حوالي 56% من إجمالي المشروع. إن شاء الله نأمل أن خلال شهر مارس نفتح أيضا جزء آخر اللي هو من نهاية الطريق في بدية إلى وادي بني خالد، ونأمل إن شاء الله أيضا الجزء الآخر في ولاية الكامل اللي هو طبعا خارج الولاية الطريق اللي تم طبعا التفافي. أما فيما يتعلق بالجزء الأول عند وادي العق، فلله الحمد العمل يسير بصورة جدا ممتازة بخصوص الأنفاق. طبعا نسبة الإنجاز وصلت حوالي 63%، ومن المؤمل إن شاء الله أن يفتح هذا المشروع خاصة الجزء الأول في يوليو 2019 بإذن الله. أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب. ودعا المجلس في ختام اجتماعه الطارئ بالقاهرة الأمم المتحدة لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين ومتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلت للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرات العودة الفلسطينية. أكدت النيابة العامة السعودية أن الصحفي جمال خاشقجي خدر في قنصلية المملكة في إسطنبول بجرعة كبيرة قبل أن يتم تقطيع جثته وتسليمها إلى متعاون خارج المبنى الدبلوماسي. وقال وكيل النيابة العامة السعودي شعلان الشعلان إن النيابة طلبت الإعدام لمن أمر وباشر جريمة القتل، وعددهم 5 أشخاص من بين 11 شخصا وجهت إليهم تهم على خلفية القضية. ودعت السلطات السعودية تركيا إلى التوقيع على آلية تعاون خاصة بالتحقيقات في قضية مقتل الصحفي خاشقجي. وعددهم 5 أشخاص. طلب جيكوب ريس-موغ العضو البارز بحزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي، طالب الحزب بإجراء تصويت على ثقة يمكن أن يؤدي إلى إزاحة مي بعد تصاعد الخلاف في حزب المحافظين الحاكم وفي البرلمان البريطاني حول مسودة مشروع انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي. وبعد ساعات من استقالة 4 وزراء من حكومة تيريزا مي احتجاجا على مقترح المشروع، من بينهم الوزير المكلف بملف مفاوضات الانسحاب دومينيك راب، وحذرت مي نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو التخلي عن المشروع في حال لم يدعموا مسودة الاقتراح المعروض الذي تم التوصل إليها بعد مفاوضات مع الاتحاد. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. للحفاظ على رياضات الهجن، ميدان الهجانة السلطانية ببركة يختتم مهرجان ركض العرضة.
جلالة السلطان المعظم يبدي لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء ارتياحه لما تبذله الحكومة وكافة قطاعات الدولة من جهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والحفاظ على الجوانب الاجتماعية للمواطنين. جلالته حفظه الله ورعاه يشيد بإنجاز مشروع مطار مسقط الدولي الجديد ويثني على التطوير الذي شهدته الطرق والموانئ في السلطنة. جلالة سلطان البلاد المفدى يشيد بالتمارين العسكرية المشتركة بين السلطنة والمملكة المتحدة ودورها في الارتقاء بقدرات القوات المسلحة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون ببيت البركة قسام اليمين. جلالته أبقاه الله يتلقى برقية تهنئة من سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمناسبة العيد الوطني 48 المجيد. دشن معالي الدكتور أحمد بن محمد آل سعيد وزير الصحة مراحل تنفيذ مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة، ويستهدف المشروع تقديم كافة الخدمات العلاجية لأبناء محافظة ظفار بشكل خاص ومحافظات السلطنة الأخرى بشكل عام، وسوف يستغرق بناؤه 44 شهرا. هذا وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي أنه تم تسليم موقع مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة لشركة دولية متخصصة في البناء والتصميم لبدء العمل. وأشار معاليه إلى أن المستشفى صمم لتقديم الخدمات العلاجية لجميع ولايات المحافظة مع مراعاة إمكانية إنشاء توسعة مستقبلية. المستشفى طبعا صمم على أحدث المعايير الدولية للرعاية الصحية، وأخذ في الحسبان سلامة المرضى أولا، وهذه طبعا من الأساسيات التي ولله الحمد سلطنة عمان تفخر بها في مقدمة الدول فيما يتعلق بسلامة المرضى. أيضا أخذ في الحسبان راحة القائمين على سلامة المرضى ألا هم الموظفين الذين سيعملون في هذه المؤسسة. مستشفى السلطان قابوس صلالة المزمع إنشاؤه سيفي باحتياجات المحافظة إذا لم يكن كل أغلب التخصصات الطبية التي سيحتاجها أبناء المحافظة. أضيفت عدة اختصاصات جديدة، أضيفت العناية النهارية وهذه طبعا ستقلل تكلفة وستريح المواطن أيضا، أضيفت عدة تخصصات جديدة بما فيها العلاج للأمراض الأورام المتقدم، الأشعة طبعا سعة الأشعة الأجهزة التشخيصية ستزداد. أخذ في الحسبان أنه هذا المستشفى سيفي باحتياجات المحافظة ولفترة زمنية طويلة، مع طبعا الأخذ في الحسبان أنه متى ما الحاجة استدعت للتوسعة في المشروع فالإمكانيات موجودة ولله الحمد. وقعت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بالشراكة مع شركة بيل الأمريكية اتفاقية تنفيذ مشروع مركز النمذجة، والذي يعد من المراكز المتكاملة الذي يهدف إلى دعم منظومة الابتكار والصناعة في السلطنة ونقل المعرفة وتعزيز مجال دراسات الأبحاث والتطوير وتدريب وتأهيل الباحثين العمانيين لتحويل الأفكار والبحوث العلمية والابتكارات الصناعية إلى منتجات تجريبية ونماذج أولية قابلة للاستخدام على أرض الواقع. كما وقعت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية برنامج تعاون مع مجلس البحث العلمي لتأسيس وتنفيذ مركز النمذجة بمجمع الابتكار مسقط ضمن المكونات الرئيسية للمجمع. مراكز النمذجة عامل مهم وتحويل الأفكار وإلى منتجات
جزء مهم في عملية الابتكار. المركز هذا إن شاء الله وبالتعاون والشراكة مع كافة الشركاء سيوفر بيئة محفزة بأطر عالمية وبالاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. 50 طالبا سيدرسون في كلية الرستاق ضمن برنامج التوطين الرامي لتوظيف عمانيين في مدارس مناطق امتياز النفط والغاز. وقعت الاتفاقية شركة تنمية نفط عمان مع كل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، وسيتم فيها أيضا تمويل منح دراسية ل 165 طالبا. تأهيل الكفاءات العمانية وتدريبها في تخصصات مختلفة ترفد سوق العمل هو جزء ضمن المسؤولية الاجتماعية التي توقع حولها شركة تنمية نفط عمان اتفاقيات متنوعة. 50 متدربا سيتم إلحاقهم بمنح دراسية في مجال التدريس لمدة 5 سنوات، وذلك بهدف العمل في مناطق امتياز النفط والغاز. مشروع التوطين وهو مشروع في الحقيقة يسعى إلى إيجاد معلمين في مناطق امتياز الشركة، معلمين يدرسون في مدارس التعليم العام. وفي الحقيقة بدأنا هذا المشروع من سنتين مع BDO، وهذه الدفعة الثالثة إن شاء الله. المشروع قائم أو يسير بخطى جدا جميلة، والطلاب المنتسبين للبرنامج أيضا يعني يتقدمون في مراحل التعليم الجامعي. المتدربون سيلتحقون بمقاعد الدراسة في كلية الرستاق، وسيعملون بعد انتهاء فترة الدراسة في قراهم لاستقرار البيئة التدريسية. هذا البرنامج احنا نسميه التوطين، وهو انه نقوم بإعداد معلمين من أبناء المنطقة ليعودوا معلمين في نفس مدارس المنطقة، وهذا حقيقة يعني أمر بيساعدنا على المدى البعيد في أن نوطن مهنة التدريس في تلك المناطق وتلك المدارس، مما سيساعد على استقرار الهيئة التدريسية ثم استقرار عمليات التدريس، ونتوقع الارتقاء في مستوى التحصيل الدراسي. بالإضافة لبرنامج توطين، مولت شركة تنمية نفط عمان ضمن الاتفاقية 165 منحة دراسية لطلبة أبناء مناطق الامتياز التي تعمل فيها. حاليا هناك ما يربو عن 800 طالب وطالبة في الجامعات والكليات في أنحاء السلطنة يحصلون التعليم في عدة التخصصات، وهذا بادرة من بوادر الشركة في صقل المواهب والنهوض بأبنائنا في مناطق الامتيازات النفطية. تعكس برامج المسؤولية الاجتماعية مستوى التزام المؤسسات تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وتساهم في تنفيذ برامج العديد من القطاعات. تسهم هذه الاتفاقيات في دعم جهود الجهات المعنية بتدريب وتأهيل الكوادر العمانية المؤهلة في المجالات المختلفة. عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. وصلنا بكم الآن إلى الأخبار الاقتصادية مع الشعثة البريكية. شكرا خالد، أهلا بكم. أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي كميات السبائك والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التي تم دمغها خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 11373 كيلوغراما و138 جراما، بمعدل يتجاوز 1000 كيلوغرام من السبائك في كل شهر من الأشهر 9 وفق إحصائيات الوزارة. التراجعات الحادة في أسعار النفط العالمية أثرت سلبا على تداولات أسواق المال العالمية والخليجية، ومنها سوق مسقط للأوراق المالية. ويعزو مراقبون أن هناك عوامل أخرى أدت إلى حالة الهدوء في الأسواق المالية، أبرزها غياب المحفزات والأخبار الاقتصادية. التراجعات الحادة في أسعار النفط عالميا
أثرت سلبا على تداولات الأسواق المالية، إضافة إلى ذلك تاريخيا في شهر نوفمبر تكون حركة الأسواق في حالة من الهدوء بانتظار إغلاقات كثير من الحسابات وإعادة تقييم الأداء، وذلك لاستعداد المستثمرين للعام 2019. تحسن جاي من عائدات النفط والغاز، حيث بلغ عوائد النفط من بداية السنة إلى اليوم ما يقارب إلى الضعف مقارنة بنفس الفترة في السنة الماضية، وطبعا هذا انعكس في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الوطني. وفي قطاع الاتصالات، أعلنت الشركة العمانية للاتصالات أن صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضريبة بلغ 184 مليون و300 ألف ريال عماني، مقارنة ب 64 مليون و200 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017. أكبر تحسن صار في القطاع المالي، حيث الارتفاع كان 13%، وكذلك شفنا أداء جيد في قطاع التصنيع وقطاع الخدمات. عالميا، المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، ومتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب منتصف ديسمبر المقبل، حيث شهدت الأسواق العالمية تذبذبا في أدائها خاصة الأمريكية، وذلك بعد توقعات بتراجع المنتجات على الآيفون والتي أثرت على الأسواق. أما خليجيا، معظم الأسواق شهدت ضعفا في أدائها، وذلك في ظل غياب المحفزات. أسواق السعودية والكويت وأبوظبي أنهت جلساتها الأسبوعية على ارتفاع، فيما تراجعت أسواق دبي وقطر والبحرين. من الملاحظة شهية المخاطر قليلة جدا في إقبال المستثمرين والمتداولين على السوق، غياب المضاربة وغياب عمليات الشراء الكبيرة في انتظار الاقتراب من نهاية العام وما سوف تسفر عنه الأيام، خاصة فيما يتعلق بأخبار اقتصادية محلية إضافة إلى الأخبار الإقليمية والسياسية والتي سوف تكون عامل أهم في تحركات الأسواق المالية. سعود بن سعيد المعولي، مسقط. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يناير القادم اليوم 66 دولارا للبرميل، وسجل سعر نفط عمان ارتفاعا بلغ دولارا واحدا وأربعة سنتات للبرميل مقارنة بسعر يوم أمس والذي بلغ 64 دولارا وستة وتسعين سنتا. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر ديسمبر المقبل بلغ 80 دولارا وعشرين سنتا للبرميل، مرتفعا بمقدار دولار وثمانية وأربعين سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الجاري. عوضت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية كريدت عمان مصدرا عمانيا بقيمة إجمالية بلغت 291 ألفا ومائة وستة وأربعين ريالا عمانيا جراء عدم سداد المشتري من دولة أجنبية. ويأتي هذا التعويض في إطار خدمة تأمين الصادرات التي تقدمها كريدت عمان للمصدرين والمصنعين العمانيين، والذين يوفر التغطية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية والتي تشمل إفلاس المشتري أو فشل المشتري في السداد، كذلك رفض المشتري في استلام البضائع أو التأخر في تحويل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى حظر الاستيراد أو المخاطر السياسية كالحروب والكوارث الطبيعية. بهذا انتهت النشرة الاقتصادية، ونعود بكم للزملاء خالد وجواهر. شكرا شعثاء. ظفار ألسنتها وآدابها، ندوة ثقافية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة. الندوة تناولت تنوع التراث الثقافي في محافظة ظفار وقصائد الرعاة والدراسات الغربية حول اللغات العربية الجنوبية. أنا اشتريت أبهر بسنك الظفار.
تمثل اللغات الجنوبية في محافظة ظفار تراثا ثقافيا غنيا يعود لآلاف السنين، ويتمثل هذا الثراء اللغوي في كثرة مفرداتها وأساليب عباراتها من خلال التواصل الاجتماعي بين متحدثيها وتوظيفها في عدة فنون تتركز في النصوص الشعرية المتنوعة والحكايات الشعبية والأمثال المحلية. ونظرا لهذا التراث الثقافي الثري الذي يعبر بصدق عن قضايا اجتماعية وتاريخية مختلفة في السلطنة، جاء تنظيم ندوة ظفار ألسنتها وأدابها، وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة. جاءت فكرة الندوة لتسليط الضوء على اللهجات الجنوبية السامية، وأيضا لإطلاع الأهالي وإطلاع الجمهور على ما كتب في هذه اللهجات السامية من قبل المستشرقين. الندوة التي نظمتها المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار تأتي في إطار الاهتمام بالواقع الثقافي في محافظة ظفار والعمل على إحياء التراث غير المادي في ظل ما تتميز به المحافظة من ثروة لغوية في مختلف بيئاتها. هذه الدراسات الغربية قدمت الكثير وأضاءت الزوايا المظلمة حول هذه اللغات العربية الجنوبية، وهذا لا يعني أن نعتمد عليها اعتمادا كليا ولا أن نضعها ما كانت محل التقديس، وإنما تراجع ويأخذ منها المفيد وتراجع في بعض الأخطاء قد تكون تحمل هذه الدراسات. اللسانيات في محافظة ظفار تحتاج إلى دراسات متأصلة ومعمقة، وخاصة من أبناء جلدتها، لتكون رافدا لغويا مكتوبا تستفيد منه الأجيال المقبلة، وتكون حاضنا مهما لتراث بقعة من هذا الوطن في جوانبه الثقافية. الحديث عن تاريخ اللغات تاريخ شائك وتاريخ طويل، لابد أن يستند إلى مصادر الأولية، سواء النقوش سواء مصادر مكتوبة كالوثائق أو مخطوطات أو هذا القبيل. الندوة جاءت على تسليط الضوء للثراء اللغوي الذي تمتاز به لغات جنوب الجزيرة العربية. محمد بن بخيت حسون الشحري، ولاية صلالة، محافظة ظفار. وننتقل الآن إلى الأخبار الرياضية مع عبد العزيز لوهيبي. شكرا جواهر، أهلا بكم. قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد تعديل موعد إقامة مباراة السوبر للموسم الرياضي الحالي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 21 من الشهر الجاري بين نادي عمان ونادي مسقط، حيث ستقام المباراة يوم الثلاثاء 27 من الشهر الجاري. ويأتي هذا التعديل بسبب وجود إجازة رسمية تصادف الموعد السابق، وبالتالي قرر الاتحاد إعطاء الناديين فرصة من أجل الاستمتاع بالإجازة الرسمية في تلك الفترة. الجدير بالذكر أن هذه النسخة هي الثانية لمباراة السوبر والتي ينظمها اتحاد اليد بعد النسخة الأولى التي فاز فيها نادي عمان على حساب نادي مسقط. بالذكر أخطر اللاعبين. يخوض المتسابق الفيصل الزبير يوم غد الجمعة مشوار الدفاع عن لقبه في تحدي كأس بورشا جيتي 3 الشرق الأوسط، وذلك على حلبة دبي أوتودروم. وستقام الجولة الافتتاحية من السلسلة الأكثر إثارة في المنطقة العربية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ سيحاول الزبير الفوز بلقب النسخة العاشرة منها. وسيشارك الزبير في موسمه الثالث بعد تمكنه من إحراز اللقب في موسمه الثاني بعد كسبه خبرة كبيرة من مشاركته في بطولة بورشا سوبر كاب العالمية. قال يوسين بولت العداء الأولمبي وبطل العالم 8 مرات أنه تلقى العديد من العروض للعب مع أندية كرة قدم رافضا الإفصاح عن أسماء أي منها. وفشل نادي سنترال كوست مارينز إلى الوصول لاتفاق مع العداء البالغ من العمر 32 عاما بعد مباراتين تجربتين سجل فيهما 2 هدف. كما رفض بولت الشهر الماضي عقدا احترافيا لعامين مع نادي فاليت المالطي. وكان بولت المعروف بالعداء الأسرع في العالم قد أعلن اعتزاله في صيف 2017 قبل أن يعلن اهتمامه بدخول مجال كرة القدم. قدم الصربي نوفاك جوكوفيتش أداء قويا ليحقق الفوز على منافسه الألماني ألكسندر زيفيريف في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال. وبذل جوكوفيتش الذي يكبر زيفيريف ب10 سنوات بذل جهدا كبيرا في المجموعة الأولى والتي كانت متقاربة المستوى قبل أن يخفت أداء اللاعب الألماني، ليحقق جوكوفيتش الفوز بنتيجة 6-4 و6-1 ويتقدم خطوة جديدة للتأهل للدور قبل النهائي.
تعهدت لجنة طوكيو المنظمة لأولمبياد 2020 بدعم مبادرة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تسعى إلى مستقبل أفضل ومستدام للجميع. وقالت لجنة العاصمة اليابانية إنها تتعهد بالالتزام بهذه المبادرة قبل الألعاب التي تستضيفها بعد سنتين وخلالها وبعدها. وفي مؤتمر صحفي في طوكيو أكدت أليسون سمول الأمينة العامة للاتصالات الدولية في منظمة الأمم المتحدة أكدت على أهمية دور الرياضة لتحسين حياة الناس، وقالت إن منظمتها الدولية تدرك التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه الرياضة على الأفراد والمجتمعات. يشار إلى أن مبادرة الأمم المتحدة تعنى بإيجاد حلول لمشكلات مثل الفقر والجوع ولتحسين الصحة والتعليم والمساواة. قال نهاد دينينشي عمدة مدينة كالجاري الكندية إنه حزين بنتائج التصويت التي كشفت أن سكان مدينته الكندية رفضوا تقدم بلديتهم بعرض لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026. وأظهرت إحصاءات غير رسمية أن 65% من السكان صوتوا ضد الاستضافة، ومن المتوقع أن يقدم مجلس المدينة بيانا رسميا يوم الاثنين المقبل. وليس من المتوقع أن يمضي في مشروع التقدم بعرض لاستضافة الألعاب بعد خسارة التصويت، ولن تكون اللجنة الأولمبية الدولية سعيدة بهذه الأخبار لأنها تعني بقاء عرضين اثنين فقط في المنافسة على استضافة الألعاب، عرض من ستوكهولم السويدية وعرض مشترك بين ميلان الإيطالية ودامبيزو الكرواتية، وهما عرضان يعانيان من مشكلات في التمويل. وصل الفارق بين بطل العالم سيباستيان أوغي وتيري نوفيل إلى 3 نقاط قبل السباق الأخير في رالي أستراليا. وأثبتت خبرة أوغي الطويلة أمام نوفيل الذي لم يحقق أي لقب عالمي بعد، أثبتت عمق الفارق بين السائقين. ورغم فوز البلجيكي نوفيل برالي أستراليا العام الماضي، إلا أنه حل في المركز الرابع اليوم في تجارب الأداء. وتفوق أوغي على كل من سائقي هيونداي أندرياس ميكلسن وتويوتا أوتاناك بجزئين من الثانية. جولتنا الرياضية انتهت، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته. اختتم على ميدان الهجنة السلطانية لسباقات الهجن مهرجان ركض العرضة والذي شاركت فيه مختلف ولايات السلطنة. المهرجان والذي أقيم على مدى 4 أيام تضمن مسابقة الولايات في ركض العرضة وأمسية تراثية، وشهد تتويج ولاية الخابورة بالمركز الأول على مستوى السلطنة في هذه المسابقة. مهرجان ركض العرضة والذي نظمته الهجانة السلطانية واختتمت فعالياته على ميدان الفليج لسباقات الهجن بولاية بركة وسط مشاركة مختلف ولايات السلطنة، عكس مدى الحرص في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل الذي تحرص عليه شريحة واسعة من أبناء المجتمع. أهم أهداف الهجانة السلطانية هي المحافظة على الموروث العريق العماني العريق، وكذلك مد الدعم لهذا الموروث. وبالتالي بالنسبة للفعالية هذه الحمد والشكر لله كانت فعالية ناجحة بكل المقاييس، طبقت فيها أنظمة جديدة وكان حضور مميز، وأضيفت إليها فعاليات تراثية مرتبطة بتراث الهجن وتراث البادية. ركض العرضة يمثل استعراضاً لبراعة راكب الإبل ومهاراتهم في الانطلاق والتوازن والوقوف على ظهور النوق وهي تعدو، في مشهد يعكس براعة الإنسان العماني في التعامل مع الهجن، وهو ما أفرزه هذا المهرجان والذي تواصل على مدى 4 أيام على فترتين صباحية ومسائية. والله المنافسة قوية والشباب كلهم ما مقصرين، كل يبى الفوز والناموس الولاء. أحمد الله ونشكره، خذنا المركز الأول أساس انطلاقة الهجن في السلطنة من ركض العرضة. المزاينة والتحديات الأخرى كان أول انطلاقة هي انطلاقة العرضة، والناموس ناموس جميع واحد، فهذا الشيء طال عمرك يا ما من فرع، يا بجهد كبير من ملاك الإبل ويزاهم الله خير، تعاونوا والحمد لله حصلنا على المركز الثاني. تراث موروث الآباء والأجداد ويزاهم الله خير قايمين فيه من صغيرهم لكبيرهم.
الرزحة العمانية والطارق من الفنون المصاحبة لركض العرضة، والتي تتكامل لتمنح المناسبات الوطنية والاجتماعية بعدا تراثيا، ناهيك عن مهارة التعامل مع النوق والذي جسدها هذا المهرجان المصاحب لركض العرضة، ليختتم بتتويج الولايات الفائزة، حيث خطفت المركز الأول ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، وحلت ولاية السويق في المركز الثاني. الدعم والتشجيع الذي يحظى به أصحاب ومربي الهجن ساهم في الحفاظ على سلالة أصالة النوق العمانية، والتي تعد جزءا من إرث السلطنة وتراثها الخالد. من ميدان الفليج لسباقات الهجن بولاية بركة، عبد الله بن عامر الويهي، محافظة جنوب الباطنة. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يبدي لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء ارتياحه لما تبذله الحكومة وكافة قطاعات الدولة من جهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والحفاظ على الجوانب الاجتماعية للمواطنين. جلالته حفظه الله ورعاه يشيد بإنجاز مشروع مطار مسقط الدولي الجديد، ويثني على التطوير الذي شهدته الطرق والموانئ في السلطنة. جلالة سلطان البلاد المفدى يشيد بالتمارين العسكرية المشتركة بين السلطنة والمملكة المتحدة ودورها في الارتقاء بقدرات القوات المسلحة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون ببيت البركة قسام اليمين. جلالته أبقاه الله يتلقى برقية تهنئة من سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمناسبة العيد الوطني 48 المجيد. وفي ختام نشرتنا هذه تحية فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.